عندنا برضو أمثلة في مجتمعاتنا المصرية والعربية. عندنا مثلا عباس العقاد ده يعتبر من المليارديرات العقليين، يعني هو عقله الله أكبر المرحلة الابتدائية بس. ولما سألوه على الدكتوراه تاخد دكتوراه أو كده قال أنا أمنحها ولا أمنحها، يعني أنا ممكن أديها لحد إنما أنا ما أخدهاش. القصة كلها بتبقى فيه أشخاص فعلا متميزين. لو أنت يعني شفنا مثلا من أغنى، لو تفتكر الفقرة بتاعت أغنى أطفال في العالم، كان في واحد فيهم شغال مدير تطوير مش عارف إيه في ياهو بيقبض مش عارف قد إيه، هو لسه في إعدادي أو في بداية المرحلة الأساسية في التعليم بس هو بالنسبة له عقله كان قابل ده. كمان دلوقتي يا جماعة بقى في إنترنت وفي جوجل، فأنا بحس إن جوجل أكبر مدرس أو أكبر بروف أو معلم يقدر يعلمك الحاجات اللي انت. أنا لحد دلوقتي في علامات استفهام كتير جدا في دماغي وأسئلة مش فاكراها من الدراسة، بدخل أسأل جوجل عادي جدا وبقرأ PDF وحاجات لحد دلوقتي.